انطلقت صباح اليوم فعاليات القمة الإفريقية 30 التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جدول الأعمال يتضمن مجموعة من القضايا على رأسها الإرهاب والنزاعات والإصلاحات المؤسساتية ومواجهة الفساد. ويستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة التجربة المصرية في مكافحة الفساد وفرض الإصلاحات المؤسساتية بالدولة. أزمات ونزاعات القارة من بين الأولويات التي تناقشها الدورة الحالية للقمة، وعلى رأسها الفوضى في ليبيا وإفريقيا الوسطى والمجموعات الجهادية في دول الساحل. وخلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة، تترأس مصر اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي يناقش مسألة المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا واستراتيجيات السيطرة على ظاهرة الإرهاب في القارة السمراء. ومع زيادة حدة التوتر في الفترة الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة، أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة ثلاثية على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي لمناقشة ملف المياه، وسط توقعات باحتواء حالة التوتر التي سادت في الفترة الأخيرة بعد رفض أديس أبابا مقترح مصر بمشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات السد.